اللهم اهدنا في من هديت واصرف عنا شر ما قضيت. معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. هنعمل مع بعض النهاردة الناجتس بأسهل وأبسط طريقة وهتكون موفرة جدا. تعالوا مع بعض قول نشوف بسم الله الطريقة. الرحمن الرحيم. هحتاج معايا النهاردة في الناجتس بتاعتي دول عدد 2 من صدور الفراخ، حوالي نص كيلو، عدد 3 من حبات البطاطس مسلوقين وقشرتهم زي ما انتوا شايفين. التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ التوابل دي مهمة جدا وهي اللي هتديني الطعم المظبوط بتاع الناجتس اللي احنا بنجيبه من بره. دي معلقة نشا كبيرة وهي اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا، علشان هي دي اللي بتمسك الناجتس وما بتخليهاش ان هي تفك او تفرول مننا لما نيجي نقليها. هقول عليه ده دلوقتي معلقة صغيرة، يعني انا بتكلم المعيار ده بالمعلقة الصغيرة. نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة فلفل ابيض، نص معلقة بهارات فراخ، نص معلقة جنزبيل، معلقة صغيرة ملح، بودرة ماجي اللي هو الماجي البودر اللي هو ده، بصوا هو ده. انا استخدمت ظرف. طيب انا ملقتش الماجي البودر ده، اعمل ايه؟ اجيب الماجي العادي بتاعي ده وابشره على الناحية الرفيعة بالمبشرة الصغيرة، يفضل فراخ مش لحمة. الصدور بتاعتي وحابه ان انا اقطعها مكعبات اي شكل بقى، علشان خاطر انا هفرمها هحطها في الكبة عندي، فانا هبدأ اقطعها كده. قطعت الصدور معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وعلى فكرة ينفع نحط وراك مش صدور، يعني شيش، ينفع، هاتي برضو نص شيش مفيش مشكلة. هروح بقى احطها في الكبة وافرمها كويس قوي. وارجع فرمنا الفراخ فرم ناعم زي ما احنا شايفين كده، هجيب البطاطس بتاعتي وهنزل بيها في حاجة غويطة علشان اهرسها كويس قوي. لو كانت الكبة بتاعتي كبيرة او مساعداني كنت المفروض ان انا احط فيها الفراخ مع البطاطس مع التوابل كلهم لفتين علشان خاطر اعمل الناجتس بتاعتي، ولكن انا للأسف كبتي صغيرة. خلاص البطاطس اتهرست معايا كويس، هحط عليها الفراخ اللي انا فرمتها وهبدأ انزل بقى بكل التوابل بتاعتي اللي انا قلت عليها. هعجنهم بقى مع بعض عجنة محترمة اهو، لحد ما اتأكد ان هما كلهم بقوا عجينة واحدة. وخلاص عجنتها كويس قوي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي ورقة زبدة جبتها، عندي كيس نايلون شغال برضو مفيش مشكلة. تمام، هديها دهن الزيت علشان انا بقى دلوقتي عايزة افرد العجينة بتاعتي دي علشان ابدأ اني انا اقطعها. نزلت بالناجت بتاعتي اهي، وهبدأ بقى اني انا افردها اهو، ومش عايزاها تبقى رفيعة قوي ولا عايزاها تبقى سميكة قوي. نحط كيس نايلون من تحت وكيس نايلون من فوق ونفردهم بالنشابة بتاعتنا اللي هي دي، ولكن انا هعملها بايديا كده مش مستاهلة اهي. خلاص انا فردتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عارفين بقى الاشكال اللي هي بتتباع دي، اي حاجة حتى لو ما عنديش الاشكال دي ممكن اخد كورة وبعد كده ابدأ ان انا بططها واعملها زي قرص الطعمية كده. تمام، الاشكال دي اختياري، هبدأ بقى ان انا اقطعها كده. او ممكن بقى نعمل حاجة تانية اريح من كده. نعمل ايه بقى علشان خاطر لو احنا مستعجلين؟ اهو بالسكينة وهقطعها كده. وممكن اخد، ودي اسهل حاجة بقى بصراحة عن تجربة يعني، اهو واعملها كورة كده وأبططها. وخلاص خلصت الكمية اللي عندي كلها، شكلتها بأشكال مختلفة. المهم ان هم عملوا معايا 31 قطعة، هدخلها التلاجة لمدة
ربع ساعة أو الفريزر لمدة 10 دقايق. طلعتها وبص بقى كان قصدي إيه. بص بقى هي ماسكة نفسها دلوقتي إزاي أهي، يعني حتى لو مسكتها حطيتها في بيت في أي حاجة ولا هيجرى لها أي حاجة ولا شكلها هيبوظ. بتحكم فيها بمنتهى السهولة. هقليها بإيه بقى علشان تديني نفس شكل النجت اللي أنا بشتريها بالظبط؟ دول بيضتين وعليهم شوية ملح وشوية فلفل أبيض، دول حوالي نص فنجان لبن هحطهم على البيض بتاعي، وده دقيق عادي جدا، دقيق أبيض عادي. طب ده إيه بقى اللي هو الكفر الخارجي بتاع النجت بتاعي؟ ده يا جماعة كورن فليكس أهو، أنا شارياه وشارياه على فكرة سايب كمان. ده جايباه من عند العطار، قلت له بس اديني ربع كيلو، وبيتحط في المطحنة عادي جدا، وبياخد معايا لفة واحدة بالظبط في المطحنة، هي لفة واحدة وبيبقى بالشكل ده. البيض هضربه بس الأول كويس، هجيب قطعة النجت بتاعتي اهي واحطها الأول في الدقيق، هعفرها كويس، وبعد كده هنزلها في البيض اهي، وبعد كده هاخدها واحطها في الكورن فليكس بتاعي اللي انا طحناه اهو. بس بحاول ان انا ما امسكهاش، يعني بحاول ان انا ما ايدي ما تجيش عليها علشان خاطر ما ابوظش بقى شكلها اهي. دلوقتي انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، دول اللي انا هقليهم او الولاد هياكلوهم دلوقتي، دول بقى انا هشيلهم في الفريزر. تمام، بين كل طبقة وطبقة حطيت بس كيس بلاستيك علشان خاطر ما يلزقوش في بعض اهو. هقفلها بالغطا بتاعها، وممكن اشيلها شهر في التلاجة متبلة بالمنظر ده ما يجرالهاش اي حاجة خالص. هروح دلوقتي على طاسة فيها زيت متوسط الحرارة وهنزل بالناجتس بتاعتي. انا براعي ان انا مسيبهاش فترة طويلة على النار، الفراخ المفرومة اصلا ما بتاخدش وقت طويل. لما اديتني اللون الذهبي زي ما احنا شايفين كده، هبدأ بقى اني انا اطلعها على منديل علشان خاطر تشرب الزيت بتاعها. شكلها عامل زي الجاهزة بالظبط، بصوا من جوه عاملة ازاي اهي. تمام، زي ما قلت الاثنين صدر فرخة عملوا لي حوالي 31 قطعة موفرة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.